أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. نطلع في يقين نت قطع رواتب 100,000 من ذوي الاحتياجات ومحدودي الدخل بكردستان. وفي المدى 260 حالة وفاة في بابل بسبب الحوادث المرورية خلال 2021. القدس العربي جاء فيها هيئة النزاهة العراقية سرقة وهدر للمال العام في شركتين حكوميتين. نطالع في ليوفي غارو في السودان الديمقراطية المزيفة تنهار. نتصفح في الجارديان رئاسة فرنسا الاتحاد معضلة لمسلمي أوروبا. وجاء في التايمز نصف مليون توقيع لسحب لقب السير من بلير وتهديد من أمهات العسكريين الذين ماتوا في العراق وأفغانستان. العربي الجديد جاء فيه هيئة الأسرى أبو هواش ينتصر على السجان ويعلق إضرابه بعد 141 يوما. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نبدأ من مجلة الجاردين العراقية ومقال للكاتب عون القلمشي جاء فيه: لم يتوقف مقتدى الصدر عن ترديد مقولته حول حكومة الأغلبية الوطنية التي سيشكلها باعتباره الفائز الأول في الانتخابات، بصرف النظر عن حجم التزوير الذي رافقها أو نسبة المشاركة المتدنية فيها، في حين أخذت على عاتقها مجموعات من الوصوليين والأقلام المأجورة التي تدور حول مقتدى مهمة تنظيم حملة دعائية واسعة حول هذه الحكومة المنتظرة وإطلاق المدائح بحقها وإضفاء صفات رنانة عليها إلى آخر هذه الأوصاف والادعاءات الزائفة. راح البعض الآخر يروج بطريقة أخرى لمقتدى ليقدم تحليلاً ينطوي على الكثير من الخداع والتضليل ولوي عنق الحقائق، أو كما يقال كلمة حق يراد بها باطل، من قبيل أن المحتل سواء الأمريكي أو الفارسي أو كليهما بات مجبراً على القيام بإصلاحات جوهرية، إذ بدونهما لا يمكن لعملائهم في المنطقة الخضراء الصمود أمام الشعب العراقي الذي يعيش على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة. أو كما قال مايكل روبن الكاتب الأمريكي المعروف في مقاله بمجلة ناشونال انترست، قال فيها وبالحرف الواحد: إذا لم تجري في العراق إصلاحات جوهرية فإن ثورة أكتوبر ستعود هذه المرة بعنف ولا تفرق بين الأحزاب، وستؤدي إلى الإطاحة بالقادة السياسيين الحاليين بالجملة، إما إلى القبور مبكراً أو إلى المنفى. إن خلط الأوراق من قبل هؤلاء الأشرار بهذه الطريقة الفجة إنما يريدون به حماية أنفسهم واستمرار بقائهم في السلطة من جهة، وإنقاذ عملية المحتل السياسية من السقوط من جهة أخرى. فمقتدى صدر جزء لا يتجزأ من العملية السياسية، فهو عاش في ظلها وتمتع بخيراتها ونال المال والسلطة بفضلها، بل هو جزء لا يتجزأ من الأشرار في المنطقة الخضراء الذين سرقوا العراق ودمروا مدنه وبناه التحتية وهجروا سكانه، وهو من مارس سياسة إذلال الشعب وتجويعه، وهم من نشر الجهل بين صفوفه وأغرقوا البلاد بالمخدرات وحبوب الهلوسة. ويقول الكاتب: لندع هؤلاء الأشرار يواصلون اللعب بالبيضة والحجر، ونعود إلى مقتدى وحكومته المتخيلة، وأقول له إن الإصلاح وإنقاذ العراق من محنته الحالية لا يمكن تحقيقه في ظل وجود حكومة عميلة مدعومة بالميليشيات المسلحة، وفي ظل وجود المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني. مهما اختلفت البرامج وتعددت الوسائل وتنوعت آليات العمل، فهذا المحتل أسس منظومة من الفساد لا يمكن اختراقها أو إصلاحها من الداخل، فهي لم تقتصر على أعضاء فاسدين في الحكومة أو البرلمان أو القضاء فحسب، وإنما شملت هذه المنظومة الفاسدة كل مؤسسات الدولة العراقية من أعلى سلطة فيها إلى أصغر سلطة. ويضيف الكاتب: هل نحن على موعد مع الموجة الثالثة لثوار تشرين الأبطال؟
ونتصفح في الميثاق الوطني، حيث جاء مقال عن العراق والنفط والمستقبل للكاتب وليد الزبيدي. هذا المقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني، وجاء فيه: يعرف الجميع جيدا أن ما يقرب من عقدين تماما منذ احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة قد شهدت أكثر واردات دخلت ميزانيات الحكومات المتعاقبة، وتقدر المبالغ المتأتية من صادرات النفط بما يزيد عن 2000 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير جدا لا أثر له على حياة العراقيين. كما يعرف الجميع لم يشهد العراق بهذه الفترة بالتحديد أي نوع من أنواع البناء والتعمير والإصلاح. ليس هناك مدارس حديثة والتعليم الجامعي متردد جدا، والصحة والبيئة في أسوأ أحوالها، وغير ذلك الكثير. نعم، النفط في طريقه إلى الكهولة حسب الكاتب. حذر وزير في الحكومة العراقية من خطورة المستقبل الاقتصادي في العراق، معتمدا على المتغيرات في عالم النفط، والذي يرى الكثيرون أنه بدأ يشيخ وقد يدخل مرحلة الموت أو على الأقل السبات الواسع والكبير. وتفاجأت بحجم الردود والنقاشات المنفعلة التي ردت على الوزير، فما قاله مؤخرا يعرفه الخبراء منذ أكثر من عقدين. وفي البداية جاءت التحذيرات التي تقول إن لا مستقبل للنفط الذي تعتمد اقتصادات العديد من الدول عليه، الأمر الذي حفز بعض الحكومات لاستثمار هذه الثروة في التنمية وتوسيع موارد الدول والبحث عن بدائل. فقد استثمرت دول في مشاريع عملاقة، وأطلقت دول أخرى صناديق استثمارية، وشرعت حكومات في بناء المصانع والاستثمار في ميدان الزراعة وتطوير المنشآت السياحية. وهل يعتقد الجميع أن هناك إصلاح أو إعمار ينتظر من هذه الفئة الحاكمة في العراق؟ لا أحد يدري. وفي المدى، في مقال تهكمي قال الكاتب علي حسين: رأيت فيما يرى النائم أن وزير الداخلية عثمان الغانمي قدم استقالته بعد مشاهدته بالعين المجردة لضحايا جريمة جبله، وتستمر الأحلام هذه التي تقول إن مجلس الوزراء قرر الاستغناء عن خدمات جميع الضباط الدمج بين مزدوجين الذين عينتهم الأحزاب، وتسلموا مناصب أمنية رفيعة وكبيرة. سيقول البعض: يا رجل ماذا تريد؟ لقد تم اعتقال الجهة التي ارتكبت الجريمة، وأصدر القضاء بياناً صارماً، وقادة الأجهزة الأمنية جميعهم يستنكرون ما جرى. ولكن يا سادة، دعوني أسأل، هل تكفي بيانات الاستنكار؟ ماذا عن مسؤولية وزارة الداخلية التي سمحت لضابط برتبة نقيب أن يستخدم أسلحة ثقيلة في خلاف عائلي؟ كيف استطاع ضابط برتبة بسيطة أن يحرك القوات الأمنية؟ وكيف تجولت هذه القوات بحرية؟ قبل أسابيع كنت أعيد قراءة كتاب الدكتور مصطفى حجازي الإنسان المهدور، وفيه يخبرنا المؤلف أن هذا النوع من البشر يعيش تحت ضغط القهر والاستبداد، وهو إنسان لا يعترف بطاقاته ولا كفاءته، وليس من حقه أن يقرر مصيره. لا تعترف السلطة أصلاً بوجوده، تقتله، تعذبه، تسجنه وتزور إرادته، تلغي وجوده، لا يهم. فماذا يعني أن تقتل إنساناً من قبل قوات أمنية؟ هذا أمر طبيعي في بلد لا تهتز ضمائر مسؤوليه لمقتل 800 شاب في تظاهرات تشرين. علي حسين يقول: ربما يسخر البعض من الوزير الأردني الذي قدم استقالته لمجرد موت 7 أشخاص فقط، في الوقت الذي خاض فيه زعماؤنا الملهمون حروبهم الطائفية من كل نوع ولون في كل اتجاه، احتلوا المؤسسات الحكومية، أبادوا مدنية الدولة العراقية، طاردوا الكفاءات، وضعونا على سلم البؤس، أدخلونا موسوعة غينيس في عدد الشهداء والمهجرين، وبعد كل موجة خراب نجدهم يجلسون ويتضحكون ويقررون التقاط صورة فوتوغرافية. لو سألت أي مواطن عراقي عن موقف استقالة وزير لمجرد وفاة 7 مرضى بالكورونا، فقد يموت قهرا أو ضحكا ربما، لأنه لا يستطيع أن يقول لأصغر مدير دائرة يسرق وينهب: قدم استقالتك.
جاء في تقرير نشر على موقع The National الإخباري أن ما بدأ عليه نزاع عائلي استدعى إقدام قوات أمنية عراقية على قتل عائلة مكونة من 20 فردا بينهم أطفال، إنما يكشف بصراحة مواطن الخلل والثغرات الموجودة في شبكة القوات الأمنية المعقدة متعددة الصنوف. قال المرصد الأوروبي في بيان له الأحد: التناقض الذي اتضح في الرواية الرسمية للحادث والمحاولة في إظهاره على أنه معالجة أمنية لخلية إرهابية إنما يدل على نية لتبرير الاستخدام غير المتكافئ للقوة أو التغطية عليها. وجاء في البيان أيضاً: السلطات الأمنية التي سربت معلومات مضللة عن دوافع وتفاصيل الجريمة في محاولة للتقليل من شأنها أو التستر عما حدث يجب التحقيق معها أيضاً. على السلطات أن تتخذ إجراءات عادلة لضمان عدم استخدام قوات وأجهزة فرض القانون لمصالح شخصية من قبل أفراد وأحزاب متنفذة بعيداً عن مبادئ قانون إلقاء القبض وأسلوب تنفيذه وتسبب الحادثة بصدمة كبيرة انتشرت أصداؤها في العراق والمنطقة والعالم. للتذكير فقط، ربما رغم مليارات الدولارات التي أنفقت على القوات الأمنية وتدريبهم وتنظيمهم وتجهيزهم كذلك، إلا أن حادثة جبلة أثبتت فشلهم وقد تكون بمثابة دعوة لمراجعة أداء مهام القوات الأمنية وفق أطر القانون وتعزيز الثقة بين المواطن والسلطة الأمنية. وإلى صحيفة التايمز، حيث نشرت صحيفة التايمز تقريراً قالت فيه أن 500,000 شخص يريدون سحب التكريم من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، مشيرة إلى عريضة انتشرت بعد الإعلان عن منح بلير أعلى وسام شرفي في نظام الفروسية البريطانية. وتم تكريم بلير الذي يبلغ 68 عاماً من العمر في قائمة التكريم التي يعلن عنها القصر الملكي كل عام بمناسبة عيد الميلاد ونهاية العام. ووصف معارضو الحرب تكريم بلير بأنه لكمة على فم الشعبين العراقي وكذلك الأفغاني. لقب سير عادة ما تمنحه الملكة لرؤساء الوزراء السابقين، وكان جون ميجر آخر الوزراء الذين حظوا بالتكريم، ويتم التعيين في نظام الفروسية من الملكة بدون استشارة رئيس الوزراء. وكتب إنغو سكوت الذي بدأ العريضة على موقع change.org أن بلير هو أقل شخص يستحق التكريم العام خاصة من جلالة الملكة، ونتقدم بالعريضة لجلالتها من أجل سحب التكريم، فقد تسبب بلير بضرر لا يمكن إصلاحه لدستور المملكة المتحدة ونسيج المجتمع لهذا البلد، وهو مسؤول شخصياً عن وفاة عدد لا يحصى من الأبرياء والجنود في عدد من النزاعات، ويجب أن يتحمل المسؤولية ويحاسب بجرائم الحرب. وبناء على الإجراءات البرلمانية، فعريضة يوقعها 10,000 شخص تحتاج لرد من الحكومة، وتلك التي وقعها أكثر من 100,000 شخص تحتاج لنقاش في البرلمان. وأشار تقرير لسير جون تشيلكوت عام 2016 إلى أن بلير بالغ في الحديث عن تهديد صدام حسين وامتلاكه أسلحة دمار شامل، وقرر الانضمام لحرب العراق قبل أن يتم استنفاد كل الوسائل السلمية. فيما هددت أمهات العسكريين الذين ماتوا في العراق بإعادة أوسمة إليزابيث الذي قدم لهن إذا لم يسحب تكريم بلير. وننتقل إلى الغارديان، رئاسة فرنسا الاتحاد معضلة لمسلمي أوروبا. قالت شادة إسلام الخبيرة في شؤون الاتحاد الأوروبي إن على المسلمين الأوروبيين أن يعدوا أنفسهم جيداً، أن يعدوا بالأحرى أنفسهم جيداً لبداية صعبة في العام الجديد بعد تسلم فرنسا رئاسة الاتحاد الدورية للشهور الستة المقبلة. الكثير من المسلمين الأوروبيين قلقون بشأن فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لسبب آخر، فهم يخشون أن ينساب خطاب البلد المعادي للمسلمين إلى مؤسسات صناعة القرار والسياسة داخل الاتحاد.
سوف تكون حملة الانتخابات الفرنسية موسماً لاستهداف المسلمين في فرنسا. فقد تبنى كثير من السياسيين الفرنسيين الإسلاموفوبيا المتفشية استراتيجية انتخابية، وغدت النقاشات السامة حول الإسلام والمسلمين والممتزجة بالمواقف المتعصبة ضد العرقيات وضد المهاجرين أشد وأنكى. والأمر المفزع هو أن تقريع المسلمين لم يعد يقتصر على مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين، فقد اتهم وزير داخلية ماكرون المتشدد جيرار دارمانان مارين لوبان أثناء مناظرة تلفزيونية نظمت مؤخرا بأنها صارت متساهلة مع الإسلام. وبلغ الأمر بالمعلق التلفزيوني السابق إيريك زمور أن جلب إلى التنافس على الرئاسة بأجندة معادية للمسلمين أكثر فظاعة، بينما تبنى المرشح دوغولي عن الحزب الجمهوري فاليري بيكليرس نهجاً متشدداً إزاء الهجرة. وتقول الكاتبة: وما لبثت هذه العقدة الفرنسية تجاه المسلمين، والتي كانت يوماً حكراً على المجموعات اليمينية المتطرفة في أوروبا، أن توسعت لتشمل المشهد السياسي الأوروبي بأسره، حيث ينظر إلى الإسلام إما باعتباره تهديداً للتقاليد الوطنية العلمانية أو مناهضاً لفكرة أوروبا المسيحية. ولطالما اشتط غضباً زعيم المجر فيكتور أوربان وحلفاؤه الأوروبيون على الإسلام، إلا أن استثارة واستنهاض المتطرفين المعادين للمسلمين والإسلام غدا نمط سائد لكثير من محافظي التيار العريض داخل الاتحاد الأوروبي. وفي خبرنا اليوم: رغم سنوات طويلة من العيش في أرقى دول العالم، اختار الأردني حمد يوسف نزال مسقط رأسه في مدينة المفرق شمال شرقي المملكة لتكون مكاناً يحقق فيها التميز في أبسط الأشياء. عاد نزال إلى الأردن عام 2016 بعد أن عمل مترجماً في الإمارات مدة 5 سنوات تماماً، ليختار بعدها طريقاً خاصاً له للإبداع والتفرد عبر بناء منزل من الطين والقش، حوله إلى مزار للراغبين بمشاهدة حية للإعمار القديم بطريقة عصرية. وانتهى به المطاف إلى إتمام منزله ذي الشكل القبي عام 2021 بمساحة تبلغ 200 متر مربع، دون أن يستخدم فيه أي مادة خرسانية، مقتصرا فقط على مواد أولية هي الطين وقش الشعير والرماد وشعر الماعز. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.